حوادث تتكرر، أرواح تزهق، ونزيف يتواصل عبر طرقاتنا. الجزائر وباحتلالها المرتبة الأولى مغربيا وعربيا والمرتبة الرابعة عالميا تدفع سنويا ما لا يقل عن 3200 قتيل من خيرة أبنائها وبناتها وأطفالها قرابينا لمجزرة الموت عبر طرقاتها. اكسيري اعفس اعفس زيد في الله في دسة فوا فوا بلا ما تحبس اسرفوك سبقهم في الطرود عديهم وكل بهدو سلول وقال الموت تسمع في الله الراديو ولا التالي مش راهم يفوتوا يحكيوا لك عن الناس اللي في الطريق قاعدين يموتوا يخوفوا فيك بالارقام تاع الضحايا خليك منهم انت خطيطك هاد الحكاية خطك انت يا قاوي يا فار تعرف تسوق انت يا راك حيلي واعي بحلف الطرود انت يا راك موهوبة خفيفة وترو رابيد تعرف تبراكي تعرف كيماها ترترو قرادي عديك وليت مرودي انسيا باكسبريونس عقد طنوبيلات مدي زال حتى الليسانس ان بليس هكت متريزي وتعرف كيفاه تسكيفي وديما تقولها لنفسك انا يا شكون لي صوب كيفي عندك طنوبيلة يتديك بالامان من عقدان خطرة حتى تقولك في الامان تقولك يا ولد فلان افرت جاتك لا فام ما ينفعك لا ايرباك لا سنتور لا الفران فازي اكسيري اعفس اعفس تزيد في لافيتاس فوان فوان بلا ما تحبس ازرقود سبقهم في الطرود اعديهم وكل بهدو سلول انت للموت فازي اكسيري اعفس اعفس زيد في لافيتاس فوان فوان بلا ما تحبس ازرقود سبقهم في الطرود اعديهم وكل بهدو سلول انت للموت عمالي مدى بيك السوقة وحدك عطريقة خطاك الناس تقالي بانولك والعطلين يبانولك معقدين قلقوا خرجوا العقل سردو كيما يمشي وحدة وحدة بالعقل وانت يا على الأقل كل دقيقة لازم تدوبلي لكان تنقاجي محلة كانت عود وتولي لازم تعدي مملكة راهي صعيبة بص على جل غنان انت يا تقول لنا ينجيبها مالا السرعة تزيدها وتزيد تخشان الراس وتقول درك نفوت بلا ما نقيس بلا ما نتقاس حتى انا يفضلي سباس تحسر ما كانش بلاصة وتزيد تعقد كيجيك واحد فاصلة فاصلة تما صاي خلاص تشوكا قدام الفراشة ولازم تخير بين الرافان والفيراج خطاك هاد الكراش قولو غير كالكمات راكي ماك في الطرود لهنا بزاف النسيمات فازي اكسيري اعفس اعفس تزيد في لافيتاس فوان فوان بلا ما تحبس ازرقود سبقهم في الطرود اعديهم وكل بهدو سلول انت للموت فازي اكسيري اعفس اعفس تزيد في لافيتاس فوان فوان بلا ما تحبس ازرقود سبقهم في الطرود اعديهم وكل بهدو سلول انت للموت عم بالي في اكسيدون قادر ما تموتش بصح كي تصرع لك قادر ما تنوضش قادر ما تعودش تمشي طول حياتك تعود انديكابي كل يوم تبكي هنا على حالتك قادر تمنع هكاك ما يصالك والو بصح اللي كانوا معاك صح هما اللي يتهالك وقادر بيديك تدي عباد كانوا معدين عباد كانوا خاطين على جالك عادوا ميتين مالا في لافيلا كي تعقب لا سانكياما فكر باللي اليوم راك قادر تدير فيها ايتام بالك ولادك ولا ولاد الاخرين بالك يبكي والديك ولا والدين بعد اخرين ونقول لك خير بالك انت اللي تكون خاطيك ماشي في الطريق وواحد اخر يضرب فيك ما لح العينيك وخذ حذرك منه خطك كاينين بزاف اللي الهبال قاعد يقولوا فازي اكسيري اعفس اعفس زيد في لافيتاس فوا فوا بلا ما تحبس ازرقود سبقهم في الطرود اعديهم وكل بهدو سلول انت للموت فازي اكسيري اعفس اعفس زيد في لافيتاس فوا فوا بلا ما تحبس ازرقود سبقهم في الطرود اعديهم وكل بهدو سلول انت للموت في وحده نهار رحت مع بابا باش نشوف ماه الحوايج يشري لي قش تقلب بالطوموبيل مات وتفكر في اليامات هذيك كيما كان بابا حي الى العالم عاد الدنيا تهنيني ويحفظني ويلعب معايا في التاكسيات ونعيش معاه يحفظني ويدير الخوف كيما نحب وقراني وكل شي بابا توحش بابا ينزل لي كنشوف الصورة تاعو كنشوف الصورة تاعو نولي نبكي توحش بيا ياسر ياسر كلش كيما الناس كلها قولو الكل يروح يحوس مع بابا وماما دم الى انا 3200 قتيل سنويا بمعدل 11 وفاة في
اليوم الواحد، رقم مخيف يعكس فظاعة حوادث المرور في الجزائر، وضريبة بالغة لأخطاء يمكن تفاديها.